كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن في كلمات كالضياء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي مثل هذه الأيام التي يعظم فيها الكرب وتشتد فيها الظلمات وتتتابع المحن على أمة الإسلام يلتفت الناس يمينا وشمالا فماذا يرون؟ يرون دماء المسلمين تسفك وحرمات الأمة تستباح وديارها تحتل وأرضها تنتقص من أطرافها يرون دماء المسلمين أرخص الدماء وعروض المسلمين أتفه العروض لا بواكي لهم فيطرح بعض الناس أسئلة مفادها أين نصر الله لأوليائه أين خذلانه لأعدائه أين وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يمكن لهم في الأرض وأين وعيده لأعدائه من الفجار والكافرين بأن يكبتهم وأن يخذلهم في مثل هذه الأجواء يشرئب المنافقون بأعناقهم ويرفعون عقائرهم وتعلو أصواتهم محاولين أن يقرروا في أذهان الناس أن الغيبيات خرافة وأن الدين ليس إلا مخدرا للشعوب وأن الغلبة للقوة المادية وحدها فمن كان أقوى فهو الذي يغلب من كان يملك الأسلحة الفتاكة هو الذي ينتصر يقولون لهم ودونكم ما يحصل للمسلمين في سوريا دونكم ما كان في حلب خلال الأسبوع الذي مضى تعاون على المسلمين هنالك قوى الشر من الملاحدة الروس والنصيرية الفجار الكفار والرافضة الصفويين الحاقدين هؤلاء جميعا جاءوا من أنحاء الأرض من أجل أن يسوموا المسلمين سوء العذاب من أجل أن يخرجوهم من ديارهم بغير حق
إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه أسئلة يطرحها بعض الناس مشككا ويكتمها آخرون في قلوبهم لكنهم في حيرة من أمرهم. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الفتن لا تزيد المؤمن إلا إيمانا، وأن الخطوبة لا يخرج منها المسلم إلا وهو أكثر نقاء وصفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنه لا بد في مثل هذه الأيام من التذكير بجملة من حقائق الإيمان التي قد تغيب عن الأذهان وقد يعلو القلوب الران حتى يظن الناس بالله الظنونا. أولى هذه الحقائق أيها المسلمون عباد الله أننا نعتقد يقينا أن الله عز وجل قد وسع كل شيء رحمة وعلما. رحمته وسعت كل شيء، هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، هو أرحم بنا من رحمتنا بأنفسنا. وحقيقة الرحمة أنه جل جلاله يوصل إلى عباده ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم ويمنعهم عما يضرهم في دنياهم وآخرتهم. هذا مقتضى الرحمة الله جل جلاله. وإن سلط علينا أنواع البلاء وإن أصابنا بالبأساء والضراء وإن سلط علينا جوعا ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات فإنما يسوق ذلك كله رحمة بنا لما فيه مصالحنا في دنيانا وآخرتنا. وبالمثال أيها المسلمون يتضح الحال، ولله المثل الأعلى. إن أرحم الناس بك، إن أرحم الناس بك من سعى في إيصال المنافع لك ودفع المضار عنك وإن بدا في تصرفه شيء من القسوة. هذا الوالد يقسو على ولده، يحمله حملا على أن يبقى الساعات الطوال مكبا على وجهه، يقلب كتبه، يستذكر دروسه، يمنعه من أهواء نفسه وملذات قلبه، يريد اللهو واللعب، يريد الانطلاق والمرح، لكن أباه يمنعه، يقسو عليه رحمة به من أجل مستقبل أفضل، من أجل غد أشرق. هكذا قسوة الوالد بالولد هي في حقيقة الأمر رحمة. وهذا الطبيب الرؤوف الرحيم يحمل المريض على أن يتجرع الدواء المر، ولربما حقنه بالحقن المؤذية المؤلمة في ظاهرها، بل ربما حمل مشرطه من أجل أن يتسلط على أعضائه بضعا وربما قطعا. وهذه كلها تصرفات ظاهرها القسوة لكنها في حقيقة الأمر رحمة ورأفة، من أجل أن يمنع عنه ما يضره، من أجل أن يسوق له ما ينفعه. في حقيقة الأمر هذا الطبيب يسعى إلى شفاء هذا المريض وبرئه. ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله يسوق هذه المحن من تقتيل المسلمين أو تعذيبهم وتهجيرهم وإخراجهم من ديارهم من أجل أن يستخرج ما في قلوبهم من دعاء وتضرع وحسن صلة بالله ولجوء إليه وتوكل عليه وقرع لأبوابه ولياذ ببابه جل جلاله. هذه رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده. ثانيا
أيها المسلمون عباد الله، ما ينبغي أن تستخفنا ظواهر الأمور ولا حوادث الأيام الراهنة، فإن شواهد التاريخ ناطقة بأن أشد الناس بلاءً وأعظمهم ابتلاءً في هذه الدنيا هم خير خلق الله الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذبوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وتعرضوا لأنواع من البلاء، بل ربما قتل بعضهم في سبيل الله كما قال ربنا: وكأي من نبي قاتل، وفي القراءة الأخرى قتل، معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يا معشر المسلمين، أما قرأتم في القرآن خبر أصحاب الأخدود الذين حرقوا بالنار لأنهم قالوا ربنا الله؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما قرأتم في القرآن ما كان من أحداث يوم أحد؟ إن سيداً من سادات أولياء الله الصالحين، بل هو سيد الشهداء، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ومن أحب خلق الله إليه، ماذا صنع به يوم أحد؟ ألم تبقر بطنه؟ ألم تجدع أنفه؟ ألم تقطع أذنه؟ ألم تستخرج كبده؟ رضي الله عنه مما غاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل في قلبه ألما دفينا. هل كان في إيمانهم نقص؟ هل كان في عملهم من عوج؟ هل كان في يقينهم شك؟ اللهم لا، لكن هذه سنة الله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألم نقرأ في التاريخ ما كان يوم مؤتة حين التقى المسلمون وهم 3000 ب100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من عملائهم من العرب، من الغساسنة، من لخم وجذام وغيرهم، كان 3000 أمام 200,000. قتل من المسلمين زيد بن حارثة قائدهم، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقتلوه، فأخذ الراية زيد بن حارثة، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتلوه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين إلى المدينة. هذه حصلت متى أيها المسلمون عباد الله؟ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الناس
أطهر الناس قلوبا وأعمقهم هديا وأقلهم تكلفا وأعظمهم بالله صلة وأشدهم بدين الله استمساكا. كان في الأمر نصر وهزيمة، كر وفر، تقدم وتقهقر. هذه سنة الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن التاريخ يذكرنا أن التتار قد دخلوا مدينة السلام بغداد عاصمة الخلافة فأسقطوها واحتلوها وعاثوا في الأرض فسادا، ثم ماذا كانت العاقبة؟ إن التاريخ يحدثنا أن الصليبيين قد جردوا حملاتهم الواحدة تلو الأخرى حتى احتلوا بيت المقدس ومنعوا فيه الصلاة 90 سنة، ثم ماذا كانت العاقبة؟ هذه سنة الله عز وجل، ليس لملحد ولا لمريض قلب أن يشكك الناس في دين الله. إن بعض الملاحدة فيما مضى من الزمان أراد أن يشكك الناس في رحمة الله، فساق بعض أصحابه إلى جماعة من المجذومين والمجانين، قال لهم: انظروا ماذا يصنع أرحم الراحمين. أرحم الراحمين ابتلى هؤلاء بالجذام وهؤلاء بالجنون، كأنه يقول لهم بأن رحمة الله لا وجود لها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الناس الذين يطرحون هذه الأسئلة ويضعون هذه الافتراضات إنما بنوا أمرهم على مقدمتين فاسدتين. المقدمة الأولى حسن الظن بالنفس، الواحد منهم يظن نفسه قد قام بأمر الله وقد حقق موعود الله وقد نصر الله وقد التزم أمره ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، وما درى المسكين أنه مسيء مقصر مذنب مخطئ مسرف على نفسه، قد قصر في الواجبات واقترف المحرمات. بعض المسلمين الآن يظن أنه ما دام يؤدي الصلوات الخمس فقد أتى بما لم تأت به الأوائل وأنه لا شيء يلزمه بعد ذلك. أين حكم الله في مطعمه ومشربه، في ملبسه ومنكحه، في علاقته بزوجه وأولاده، بأرحامه وجيرانه؟ أين دين الله عز وجل في لسانه في أعضائه؟ هذا كله لا يسائل عنه نفسه، يظن أنه قد أتى بأوامر الله كلها واجتنب مناهي الله كلها، ثم بعد ذلك يسأل أين نصر الله؟ وهذا يحمله على ألا يتوب إلى الله، ألا يراجع نفسه، ألا يتفقد قلبه، ألا ينظر في علاقته بربه جل جلاله. وقد غفل المسكين أن خير الناس وسيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أما هذا فلأنه قد صلى الخمس، والله أعلم هل صلاها في أوقاتها أم لا، هل أداها بخشوعها أم لا، هل أتم قراءتها وركوعها وسجودها أم لا، يظن أنه قد أتى بما لم تأت به الأوائل. غفل المسكين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين كانوا لله مخلصين وبشرعه عاملين وعلى صراطه مستقيمين، في يوم أحد
لما حصلت منهم مخالفة لأمر واحد عسكري أصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت العاقبة؟ قتل منهم 70. لما قال قائلهم أنى هذا؟ قال الله عز وجل: هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. المقدمة الثانية أيها المسلمون عباد الله، أن هؤلاء يظنون أن حظ المؤمن في الدنيا أن يكون مقهوراً مأسوراً مستضاماً ذليلاً تتسلط عليه أنواع البلاء، وأن الغلبة والتمكين والنصر والعلو قرين الكفار والفجار. لا والله، موعود الله خير من موعودكم. الله جل جلاله قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الدنيا والآخرة كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نصر المؤمنين في الدنيا والآخرة، الله عز وجل وعدهم بأن يمكن لهم في الأرض وأن يجعل لهم الغلبة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله وهذا شرط الله، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل حقق الناس هذا الشرط؟ هل عملوا بأوامر الله؟ هل اجتنبوا نواهيه؟ هل اعتصموا بحبله؟ هل اجتمعت كلمتهم؟ هل توحدت صفوفهم؟ هل كان رضا الله مرادهم؟ هذه أسئلة أيها المسلمون لا بد أن نطرحها على أنفسنا وأن نطرحها على إخواننا قبل أن يقول قائلنا: أين نصر الله؟ أين موعود الله؟ لما لا ينتصر المسلمون؟ لما يتسلط عليهم الكافرون؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك يقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. توبوا إلى الله واستغفروا. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن طبيعتنا معشر بني آدم هي الاستعجال، كما قال ربنا: خلق الإنسان من عجل. نستعجل نصر الله، نستعجل الشفاء إذا مرضنا، نستعجل الإجابة إذا دعونا، نستعجل انكشاف الضر إذا ابتلينا، ولكن الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا. الله جل جلاله لا يخلف الميعاد،
لما جاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعقون دماءهم وقد سالت جروحهم، لقوا من المشركين عنة وشدة وأصابهم ما أصابهم، قالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد، ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يا أيها المسلمون، حقيقة النصر الثبات على المبدأ، حقيقة النصر الرضا بقدر الله، حقيقة النصر الاحتكام لشرع الله. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه في القرآن قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نزلت هذه الآية وأين نزلت؟ نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة مختبئاً، يكمن بالنهار ويسير بالليل، ما معه إلا صاحباه الصديق أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة خائفاً يترقب، وقد تربص به المشركون يريدون قتله، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومع ذلك الله يقول فقد نصره الله. هذه الهجرة كانت نصرا من الله، ربما فسرها بعض الناس في حينها بأنها هروب، بأنها فرار، بأنها إيثار للسلامة، لكن الله جل جلاله يعدها نصرا، فقد نصره الله. الله لا يعجل لعجلة أحدنا، الله جل جلاله قد يؤخر النصر من أجل أن تنقطع الآمال إلا فيه. ما زال بعض المسلمين يعلقون آمالا على الأمم المتحدة، على مجلس الأمن، على القوى الكبرى، قوى الصليب، وما درى هؤلاء المساكين أنها تبادل أدوار ما بين الكفار والفجار، فهذا يقتل ويحرق وذاك يشجب ويستنكر، هذا يبيد ويفتري وأولئك يجتمعون ويصدرون بيانا، وهؤلاء يكفون أيديهم اليوم وهؤلاء يضربون غدا، وهكذا قد اجتمعت كلمتهم على أنه لا بد من استئصال المسلمين أهل السنة، متعاونين في ذلك مع الرافضة الشيعة الذين صدعوا رؤوسنا وملأوا الأجواء ضجيجا وعديدا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وقد كان من نور الله بصائرهم يقولون للناس: هذا والله كله كذب، هذه شعارات، هم مع الصليبيين واليهود منسقون متفقون، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. والتاريخ خير شاهد، متى كان الرافضة ضد اليهود؟ متى كانوا ضد الصليبيين؟ من الذي هيأ للتتر دخول بغداد؟ من الذي هيأ للصليبيين احتلال ديار المسلمين؟ الرافضة كان لهم قصب السبق في تلك الأحداث كلها، وما أشبه الليلة بالبارحة، والتاريخ يعيد نفسه. الله جل جلاله قد يؤخر النصر من أجل أن تجمع الأمة قواها، من أجل أن تحشد طاقاتها متوجهة نحو عدوها. قد يؤخر الله النصر من أجل أن يشعر المسلمون أن له لا نصر إلا إذا اتحدت كلمتهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لإخواننا المجاهدين في سوريا فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم اجمعهم على ما تحب وترضى. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين واليمن وليبيا والعراق وإريتريا وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى وأركان وفي كل مكان، نسألك لهم فرجا قريبا. اللهم نفس كروبهم، اللهم فرج همومهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبدل أمة الإسلام بعد الفقر غنى، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن.